السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة الصفوة والعود والعطور. يسعدني اللي أنت تنضم إلينا، ويسعدني كمان اللي أنت تشارك الفيديو مع أصدقائك عشان كل يستفيد من المعلومات العطرية المقدمة. طبعا النهاردة هنتكلم على عطر من العطور الفخمة جدا النسائية. طبعا لو أنت حابة عطر يكون مميز من العطور القديمة، سنة 1926 تم إطلاق العطر بوستيليز من شركة شانيل. الحقيقة ان العطر من الزخم، الزيوت العطرية الموجودة فيه، في زخم عطري، في زيوت عطرية مميزة جدا. طبعا اللي اطلقوا الانف العطرية بتاعته ارنست بو، المهاجر الروسي المميز جدا من تشيكوسلوفاكيا، المميز جدا في اطلاقه العطر، تصميم العطر. خلينا نشوف المكونات العطرية بتاعت العطر، خلينا نشوف ايه ابرز المكونات العطرية الموجودة فيه. هنشوف الالدهايد موجود فيه بشكل قوي جدا. طبعا الالدهايد بيعمل فوحان. الالدهايد يا جماعه من طبعا هي ماده كيميائيه بيتم تركيبها في المعامل، بتدخل فيها اشياء كتير جدا، بس المميز في الالدهايد اللي هو ليه انفجار واسع، يعني بيعمل انتشار العطر بشكل كبير جدا لو استخدم صح، لو استخدم بطريقه علميه مظبوطه. وطبعا المصممين عطور بيستخدموا الالدهايد غالبا. ما هتشوف الالدهايد يعني شيء من الحلو، شيء من السكر، شيء من الشيء الجميل زي الكراميل، زي شيء سويتي زي العسل، بيدخل فيه الالدهايد بالنكهات بتاعته دي اللي بتميزه جدا. طيب خلينا نشوف المكونات العطريه بتاعه العطر معانا ايه النهارده، ونتكلم اكتر بشكل معمق، بشكل اعمق عن العطر معانا. طيب في بدايه العطر هنشوف سريعا، ما هنشوف الافتتاحية بتاعت العطر هنا، نشوفها من البرتقال والبرغموت والخوخ وزهرة البرتقال والكزبرة والألدهايت. يعني في البداية الألدهايت موجود فيه، يعني ده معنى ايه؟ معنى العطر هيجيلك ناعم بس بانفجار واسع، يعني اللي هتشمي فيه ريحة الحمضيات في البداية بس بانفجار. يعني هنا كلمة انفجار يعني اللي هو انتشار واسع، انتشار واسع على مستوى المكان اللي انت موجودة فيه، وكمان على مستوى الابعد من كده كمان، يعني اكتر من متر ونص تشمي ريحه بانفجار واسع. طيب الانفجار ده هيكون معاكي ممتد شويه، هيكون بقى معاكي اكتر من 3 ساعات الى 6 ساعات، هيبقى الانتشار موجود معاكي في المكان كله. بعد كده هيجي الزنبق، زنبق الوادي، الارجواني طبعا نوع من انواع الزهور موجوده فيها، الورد البلغاري موجود فيه، الياسمين المصري موجود فيه بشكل كبير جدا، وده هيدي نعومة اكتر للعطر الموجود معانا. جزر السوسن، جزر السوسن طبعا اتكلمت عنها في عطور كتيرة قبل كده، وخصوصا العطور النسائية بيكون موجود فيها جزر السوسن والياسمين. في هنا التلات زيوت عطرية هشير اليهم، مهمين جدا، تعتبر من سر من اسرار العطر ده اللي بيديله الفخامة بتاعته. كمان خلينا بس اكمل النقطة العطرية معانا، كمان اليالنجالنج موجود والقزحي. طيب السر اللي انا عايز اقول لك عليه، لاحظوا معايا، اليالنجالنج والياسمين والورد البلغاري ده اسمه ترابط افقي. ترابط الافقي اللي في العطر ده بيديله زخم عطري مميز جدا جدا، وثبات ونعومة فخم جدا جدا جدا. طيب الياسمين واليالنجالنج خلينا نتكلم عليهم. الياسمين طبعا مصر منافس قوي للهند في زراعة الياسمين، بيتم زراعته على مساحات كبيرة جدا. اليالنجالنج بيجي من ماليزيا، وتعتبر ماليزيا من أشهر الدول، هي وجزر القمر في اليالنجالنج. زهرة ناعمة فخمة جدا، مميزة جدا بالنسبة للنساء، بتدخل في العطور بتديله فخامة، وفي نفس الوقت بتديله شيء من الهدوء والنعومة، هي زهرة بطبيعتها ناعمة، فده برضو شيء مميز جدا. القاعدة العطرية هنشوفها من الأخشاب، خشب الصندل موجود فيه، العنبر اللي هو الصمغ العربي، كمان موجود فيه اللبان، اللبان من الريحة الناعمة الهادية اللي بتريح الأعصاب، بتريح طبعا بتشميها بتريح الأعصاب، الفانيلا، وفي كمان موجود فيها الأوبومينكس. الأوبومينكس ده مختصر اللي هو في كمان يا جماعة الريحة اللي هي ريحة الزيت العطري خاص بال، مش العلكة، مش اللبان، في كمان ريحة اللي هي الجاوة، ريحة الجاوة، ريحة الجاوي كمان موجودة معاها من ريحة اللبان، هي دي الريحة المذكورة الموجودة معانا. الريحة دي ريحة الجاوة طبعا بتختلف، طبعا الجاوة
بتبخر بيها العطور. طبعا البيوت العربية بيتم تبخيرها بالجاوة كمان مع العود أو كسر العود، بتحط كسر من هنا وكسر من هنا برضو بيكون شيء مميز، أو الجاوة لوحده أو كمان العنبر بيتم إضافته كمان في البخور، ده بيكون شيء مميز. موجود معانا الجاوة، الزيت العطر بتاع الجاوة، وكمان الزيت العطر بتاع اللبان العربي، اللبان العماني. طبعا عمان تعتبر مصدر للعالم للدول كله من اللبان العماني، مميز جدا بالأشجار العمانية. والسودان كمان لا نغفل السودان، في خيرات الطبيعية الموجودة في السودان شيء بيكون مميز جدا. المسك الأبيض والفانيلا، الفانيلا كمان بتيجي من مدغشقر، بتكون شيء مميز جدا كمان الفانيلا من مدغشقر. على مستوى الفانيلا يعني، الفانيلا طبعا بيكون ليها مستويات، وكمان بيتم معالجتها كمان يا جماعة بالماء الساخن عشان تستخلص الزيوت العطرية أنقى ما في الفانيلا. يعني كمان بعد الزيت العطر ما بيجي بيدخل كمان مرحلة تانية عشان استخلاص الزيوت العطرية منه. ونجي للهند، طبعا دي القاعدة العطرية، احنا بنتكلم على زخم كبير جدا من الزيوت العطرية الموجودة في القاعدة العطرية، كمان وسط العطر، كمان مقدمة العطر، ده بيديلك شيء انطباع جيد جدا عن العطر. العطر النسائي فخم جدا من العطور الراقية جدا المميزة جدا في شانيل. انصحك طبعا تضميه الزيوت العطرية بتاعتك، للعطور بتاعتك الخاصة. العطر على مستويين، تقدر ان انت تستخدمه في فترة الشتاء وفترة الخريف، مناسب جدا كمان في الفترة دي لان مجموعة الاخشاب اللي هستقر معاها العطر في النهاية طبعا مميزة جدا. احنا كده بنتكلم في الحمضيات في بداية العطر، يعني افتتاحية هادية فواحة بشكل كبير جدا. بعد كده هيجيلك العطر السويتي، السويت هنا موجود هيجي من اليالنجالنج، زهرة اليالنجالنج والياسمين، الياسمين طبعا إضافة قوية جدا للعطر. بعد كده العطر هيقلب معاكي على أخشاب، هيكون موجود الأخشاب، هتشم فيه خشب الصندل بهدوء كمان، ومميز جدا مع اللبان العماني. العطر هيستقر معاكي على كده، هيكون شيء مميز جدا. العطر امتداده في الفوحان بتاعه لأكتر من 6 ساعات هيكون ممتد معاكي. بعد كده لما العطر يهدى معاكي تشم النوتات العطرية بتاعته، هيكون شيء مميز جدا وفخم جدا. طيب العطر ثابت شديد الثبات بالزخم بالزيوت العطريه، وده برضه شيء يرجعنا ان احنا نقدر نتكلم على الزيوت العطريه الثابته، ده بيرجع للزيوت العطريه، جوده الزيت العطري، كمان درجه حراره الجسم بتعامل، يعني بيكون شيء عامل مهم جدا لدرجة الزيت العطري للفواحان والثبات بتاعه. انا عايز اقول ان العطر مميز جدا، كمان انا هسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو باذن الله، تقدر ان انت تحصل عليه. العطر من عطور قديم الفخم جدا مميزه جدا في شانيل. ما تنسوش طبعا لو عجبك الفيديو تقدر ان انت تعمل لايك وشير، وكمان لو انت استخدمت العطر او كمان حد من اصدقائك استخدم العطر يا ريت تقول لنا رايك في الكومنتات، رايك مهم جدا لينا، ورايك كمان مهم جدا للي هيشوف الفيديو. شيء مهم جدا كمان ان انت تاخدي معلومات اكتر، وكمان تدي معلومات اكتر لغيرنا عشان تنتشر الثقافة العطرية بتاعت العطر. ده القناة مهمتها في المقام الاول اللي هي تنشر ثقافة العطرية بتاعت العطر، تدي لك انطباع اقرب انطباع للعطر، كمان تقدر ان انت تحصل عليه بشكل ميسر جدا باذن الله بنقدمه لك. كمان في بنقدم خدمات سريعة جدا، ده في دفع عند التسليم كمان في منطقة الرياض وجدة لبعض العطور موجودة، كمان لو انت هتحصليها، لكن العطر تقدر تحصليه من اي باي باذن الله، هسيب لك الرابط اسفل الفيديو. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.